مشاركتنا في مرزام 2020 هذه المشاركة الثانية، رائعة وجميلة وصراحة أجواء تثقيفية تغذية للعين. زيارة معرض مرزام دائما راح تكون مفيدة لكم، حتى لو ما كنتم محتاجين أنكم تصممون أو تشترون شيء، تغذية البصرية كافية. مشاركتنا على أساس نوري خدماتنا كمركز في التصميم، إحنا وي ديزاين سبيسز أند بيسز. خدمات التصميم عندنا تشمل أيضا النجارة والأعمال الخشبية. طبعا اليوم أول يوم والإقبال إحنا متوقعين أكثر من السنة الماضية. السنة الماضية يمكن كان في 40,000 زائر، توقعاتنا إن شاء الله راح يفوق هذا العدد. في البداية الصبح شوي كان هدوء، بس إن شاء الله الحين قاعد نشوف الزحمة، فلا يطوفكم المعرض، هذا عرس للمصممين، فرحة راح تشوفون كل واحد متفنن وحاط أحلى ما عنده، تعالوا وشوفوا واستمتعوا. المعرض راح يكون من 29 إن شاء الله اليوم بدأ لغاية يوم السبت، طبعا تتخلي له محاضرات ورش عمل ولايف شو، لا يطوفكم.